الاهلي فرصته لسه قائمه، بس الاهلي تحسه النهارده، انا وقلت الكلام ده قبل كده، انا فكري من الاهلي ان انا اشوفه زي مانشستر سيتي مثلا. انا بطل القاره موسمين متتاليين، انا واخد البرونزيه كاس العالم موسمين متتاليين، فينزل قدام اي فرقه هو دايس بنزين على الاخر وبيهاجم وبيضغط وبيسجل اهداف كتير. ليه الاهلي يظهر في افريقيا بالشكل ده؟ انا بالنسبه لي اتكلم عن ماتش النهارده كريم، في حاجات كتيره مؤثره في ماتش النهارده. اول عامل مش هقول ان هو الاجهاد، بس لا خلي الاجهاد بعد كده. اول عامل انه ممكن جدا يكون اللعيبه واصل في دماغها ان انا يحصل اللي يحصل انا هكسب ماتشين هنا وهصعد الهلال والمريخ. بالظبط دي الحاله، لان كان مش لاعب المريخ في السودان، لاعب المريخ. جت في بالي الفكره دي النهارده. دي حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه هي عامل الاجهاد، بس مش كل سكواد الاهلي مجهد. برافو عليك. يعني علي معلول مجهد، علي معلول النهارده دفاعيا سيء جدا، ولكن هجوميا كان هو الوحيد اللي بيحاول يلعب الاوفرات اللي كان موسيماني بيطلبها، لدرجه ان الكاميرا جت عليه بعد كده هو بيقول لهم انا بقى العبوا عرضيات. صح. ومعلول كان هو اللي بيعملها. دي النقطه. النقطه الثانيه عمرو السولية، واضح جدا ان هو مش من اول دقيقه في الماتش هو مش جاهز. وارد تكون الخبطه اللي اتخبطها اثرت عليه، ولكنه بوضوح جدا مش جاهز. حمدي فتحي نفسه مش جاهز. كريم فؤاد مش هقدر الومه بصراحه، هو الراجل يعني في خضه وبعد كده خرج مصاب. بيرسي تاو من بعد الاصابه هو مش موجود، مش بس النهارده. محمد مجدي قفشه علامات استفهام كتيره جدا على قفشه وشريف، الثنائيه دي عليها علامات استفهام كبيره جدا. فما بين ان اللعيبه وطاهر. جزء منهم مجهد، طاهر محمد طاهر في مركز غريب، يعني في مركز بالنسبه لي غريب جدا ان يلعبوا طاهر. لو كان هيلعب مركز ده ممكن تبقى حسين الشحات على اعتبار ان هو لعبه اصلا قبل كده، ولكن ما تعرفش ايه اللي حصل في الكواليس. يعني فبالنسبه لي الموضوع متقسم ما بين لعيبه مجهده وهي من العصب بتاع الفريق، ولعيبه بتمر فتره توهان كبير، ولعيبه محتاجه هي نفسها تقف مع نفسها شويه عشان يعني في فتره مصيريه بالنسبه لهم هم كلعيبه في النادي الاهلي، وبالنسبه لهم كشكلهم قصاد الجمهور. صح. ما زال في النهايه زي ما انت قلت الاهلي فرصته في ايديه، قدامك ماتشين، لو كسبتهم حتى وان تعادلت مع المريخ وبعد كده كسبت الهلال تقدر تصعد كتاني مجموعه، ودي حاجه متكرره. ولكن وارد جدا برضو حاجه اخيره، ان يكون التركيز كله كان في ازاي ان انت تكسب بيراميدز، وده اللي بان قوي من تصريحات موسيماني وتصريحات اللعيبه. موسيماني اول تصريح قاله بعد التجديد مع الموقع الرسمي بتاع الاهلي قال ان انا كان عايزين نكسب ماتش، عانينا اخر 15 شهر عشان نكسبه، فواضح ان المباراه في اذهان الجميع. دي الاسباب اللي ممكن تكون عملت